عندي درست سيكولوجيا، من بعد درست في الأكاديمية انترناسيونال دي سوري اللي موجودة في كندا، خديت اون ليسونس ومشيت للمجال السينمائي. كنت محظوظة بزاف، يعني جاو مخرجين كبار، ما كنتش كنتخيل ولا كنتصور انني من كاستاجيير غادي نمشي نخدم مع كبار عليا بزاف. كنت محظوظة صراحة، كنت محظوظة. دونك ابتديت أول فيلم كبير ديالي، خدمت مع الأستاذ أوليفر ستون، مخرج كبير أمريكاني. وكونسيرنون أوليفر ستون، منين جاتك الفكرة باش ديري الميدان السينمائي؟ منين جاتني الميدان الفكرة؟ الفكرة باش تشتغلي في الدومين السينماغرافي. دراستي كانت على السينما، الدراسة ديالي كانت على السينما، ولكن ما كنتش كنتخيل أنني واحد النهار غادي نخدم في البلاطو وغادي نخدم. أنا درست على أساس ندرس في الأكاديمية، أنا ولدت بديت كندرس، ملي تخرجت بديت كندرس. واحد النهار جاو اقترحوا عليا، قالوا لي غادي نحتاجوك في ديزيسي ديال الخدعة البصرية، ومن بعد غادي نعملو. بالنسبة بديت كنجي مع الطاقم التقني الكندي، ومن هاد الباب قلت لك أول فرصة كانت عندي هي مع ريدلي سكوت في أوليفر ستون في الفيلم ألكسندر ذا جريت. من بعد الاسم ديالي تحط في نيويورك تايمز، داك شافوا الاشغال ديالي، ومن بعد تحط في ايام دي بي، ولاو الامريكان كيتصلوا بيا. ومن بعد هذا درت عده افلام، يعني من المسلسل بديت اكبر افلام اللي بديتهم في المغرب مثل من 2000. من بعد درت لكن دو مو فيفان، بابيل، لا غير دو شارلي ويلسون، برنس اوف بيرسيا، الى اخره. كممثلة كتجيني كلمة كبيرة عليا، أنا حقيقة صغير وعلى التلفزيون، أنا درت بعض الأدوار ولكن من بينهم خدمت أفلام مكسيكية وخدمت فيلم هندي، من بينهم المسلسل المكسيكي دوني سان بادري، والفيلم الهندي مع كاريلا كابو وسيف علي خان أجون بيود، خدمت في البيرو دي ليجوند مع كانال بلوس، أدوار. ممثلة واحدة هذا اسم كبير عليا، لكن كاختصاصية في سيكولوجية ملامح الحواس هذا هو الاختصاص ديالي، وهذه المادة اللي كنقري وهي اللي كان باش نرجعو واش المخرجين واش البرودكتور كيعرفوني؟ لا كيعرفوني، كنتلاقاو في مهرجانات، كنتلاقاو كيخدي جوائز كبيرة، كانوا من ضمنهم أفلام مغربية علاش ما كنديرهاش؟ أنا كنتحدى أي مخرج مغربي. عيط على بش راسك قلت له لا ما بغيتش نخدم معاك، كنتحدى. ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين.